قوي. الحمد لله بابا بيصحى. السلام عليكم ورحمة الله. تعال. أنا؟ أمال يعني أنا؟ أيوه أنت. أنت فين يا زكي لحد دلوقتي؟ كنت بصلي الفجر. صلي الفجر؟ إيه ده؟ إيه؟ إيه المنظر ده؟ إيه أنت كنت بصلي الفجر بالشكل ده؟ ها؟ ها؟ لا لا إيه؟ إيه ده؟ هقول لك. تاني إيه؟ تاني يا زكي. تاني يا هايف يا تافه تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك تاني. تاني ما حصلش ايه؟ انت كبنة ما بتحسش؟ ما بتحسش يا تافه يا كبنة؟ قطعت الجيب يا بابا. هو اللي طلع. خد ولا مبسوط مبسوط. هو انا مربي قرد عندي في البيت؟ ايه اللي بتضايق؟ ولما انت خرع بتروح لهم ليه عشان يضربوك؟ مين قال لك يا بابا ان هم ضربوني؟ ده انا اللي ضربتهم. ايوه وعملتهم العافيه كمان. واهو اهي هدومهم اهي. وهدومك انت فين؟ الله معاهم. يعني اسيبهم يمشوا عريانين يا بابا؟ لا ازاي، ما يصحش. يعني انت يرضيك اصرف عليك اكل وشرب وهدوم ليك انت واللي بيضربوك؟ طب اهدى بس اهدى يا ناس. حرام يا بابا. اهدى شويه. حرام عليك. ارحل خالص يا بابا. سخ مالكش دعوه. سخ ده انت هتموتني وانا واقف يا ابني. تعالى تعبتني. طب تعالى بس حفايتني يا بابا. بقى حفايتني. خد يا زك. قلبي ايه بابا؟ قلبي يا بابا. مالك قلبي يا بابا؟ مالك؟ شفت انت كل مره بتعملها فيا وبصدقك. يا بابا يا مكار. عرفت ان انا هقدر امسكك؟ هتروح مني فين يا زكي؟ بس بقى يا بابا اقف هنا. قلت لك كده الكم بتاع جلابيه الناس يا بابا. اقول لهم ايه دلوقتي؟ يعني كنت بهزر مع بابا. بتهزر مع بابا يا قرين؟ انا بتهزر؟ تعالى انت. يعني انا مش هقدر امسكك؟ هتبات بره يا ابني. تعالى ما تتعبنيش. طب تعالى بقى. كله الا التفاح يا بابا. لا انت هتشيلني يا ريت. انت هتشيلني. بابا يا قليل ادب. ايه يا بابا مالك؟ صوتك جاي من اخر العماره ليه؟ تعالى يا جمال يا ابني شوف الزفت. اخوك خلاص يا بابا. ناس ضربوني وخدوا هدومي وخدوا جزاءهم. هم مين دول اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم يا ابني؟ انا ما حدش ضربني. انا ما اتنقلتش من هنا. ده اخوك. مين هم اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ ده الناس هنا في الشارع اللي على اول الشارع اللي ورانا. طب ثواني انا هروح اغير هدومي وهنزل اجيب لهم لكم ربطين. بلاش انت يا جمال تروح تجيب ناس تانيه. بلاش اخويا ازاي يتضرب وانا على وش الدنيا. طب بقول لك ايه؟ طب خليك يوم تاني ابقى كويس وهنزل انا اجي معاك. اسمع ما دام صحيت يبقى لازم اتخانق. اللي تشوفه. ايه حبيبي رايح على فين؟ صحيت ولازم اتخانق. طب ما تستنى لما اولد واجي معاك. طب بقول لك ايه؟ اضرب انت الاول يا جيمي. زيكو. ازيك يا سري؟ ازيك يا زيكو؟ عامل ايه في الحمل النهارده؟ لا ابن اخوك تعبني عمال من هنا لهنا مش مركز واخد عينه هو. سالم صباح الفل. سالم كنت بحب بنكشك يا سالم. طيب ايه حضرلك العشاء؟ اعملي شويه جبن كده. ثانيه والفول يبقى جاهز. على مالك انت ماشي وقت الكعبين؟ شفت انك بجح وقليل ادب. الله ليه؟ يعني ما شبعتش بالعلقه اللي كلتها تحت جاي تاكل عندنا كمان؟ يعني ما كلش. ايه ده؟ هو التفاح خلص؟ كده بقى عندي سبعه. ايه ده؟ اسود ولا ايه ده؟ ايه ده؟ لا مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حاطه في الثلاجه ليه؟ خايف عليه اللي يسيح؟ الواد ده مجنون رسمي. والله مجنون. انا مش فاهم دي ايه؟ ده شيء زاد عن حده.
حبيبي، ملاك نايم وسط الزبالة في كده، في كده. وإيه دي؟ إيه دي؟ حد ينام و... في بيت عقلك؟ إيه ده؟ كوتشي دي المنوم اللي بتنيمه؟ هو نايم حضرتك هنا ليه؟ وإيه ده؟ إيه ده؟ ايه ده؟ ايه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا دلوقتي، سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. وسيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويطفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم من وسط المزارع اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. امال ارميهم في الارض؟ لا ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي جزمتي؟ ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك. ليه ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم اتفضل قوم. انا بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. طيب قوم. طيب خمس دقايق خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع. ترجع لي فين يا هون انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو قوم. قامت عيالتك؟ ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الدرج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونه ارحب في الهوا، انما في الادراج في الكتمه الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا الميه. طيب. يلا بسرعه. طيب في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا اخوي الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراتي دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره، بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لقمه يا جماعه. ايه ده العيش بايت ليه كده؟ ده فول ده عيش ماشي، جبنه مربى يخلص على طول. ما تقعد تاكل زي بني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا وهم واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه بابا، ده بني ادم مقرف. ما جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كل ده كده. طيب الحمد لله. ما تقفل باب زي البني ادمين يعني انت؟ ما في بني ادمين بيرزعوا اللبان عادي يا بابا. الله. طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك طلقني. ايه ده؟ يو يا سارة عليكي. ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعة عمالة تقولي ثانية واحدة، هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ نهار اسمه السجاير. هو انت يا اخي خضتني؟ امال بابا فين؟ نزل من بدري. انت لسه ما لبستش؟ روح البس يلا بسرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدرب السباحه ده. دي بقى اسطوانه كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه، هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي، اندهني شيرين. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خير بيه؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه. اتصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره تانية. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع ايه؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طب احنا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عدتش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ انا كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب انت قلت له ايه؟ ايه؟
طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك لو ايه فاكر نفسك بتشتغل في تكية؟ ايه اللي جابك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر. انا هنا من الصبح بدري. طب انجاري شوف شغلك. حاضر. تعال هنا تعتبره ده اخر انذار ليك. فاهم؟ فاهم فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك خد سي دبليو سي ثانية بس واجيلك. اوكي يا حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت في اخلاقك. شفت. لو سمحتي كوباية مية؟ ايوه. كوباية مية. كوباية مية؟ كوباية مية ايه ده؟ سميرة؟ سميرة بهيم؟